تصنيف التجارب الدينية Religious Experiences Classification. في عدة طرق طرحت لوصف وتصنيف التجارب الدينية المتنوعة، أشهرها التصنيف اللي طرحه المفكر الأمريكي بيتر دونيفان في كتابه المهم تفسير التجربة الدينية Interpreting Religious Experience اللي نشره سنة 1979، وصنف فيه أربع تصنيفات أساسية للتجربة الدينية. هنركز هنا على التصنيفات الثلاثة الأولى لأنها الأهم والأكثر ارتباطاً بالتجربة الدينية. التصنيف الأول هو التجربة الدينية الإصلاحية Regenerative Religious Experience اللي فيها المجرب بيمر بنقلة حياتية أو تحول. في الدوائر المسيحية التبشيرية عادة ما بيشار للنوع ده من التجارب بإعادة الميلاد Born Again، أو في تعبيرات أخرى تجربة الخلاص أو التحرر من الشر إلى آخره. خلال التجارب الدينية دي عادة ما بيجد الفرد نفسه تغير وأصبح لديه هدف ومعنى واضح لحياته، ممتلئ بسعادة أمل وراحة غامرة. جون هاك أحد أهم فلاسفة الدين المعاصرين بيصف تجربته الدينية التحولية في سيرته الذاتية اللي نشرها سنة 2002 وبيقول: عندما كنت طالب أدرس القانون في 18 من عمري مررت بتحول تبشيري قوي تحت تأثير صورة المسيح في العهد الجديد. لعدة أيام كنت في حالة من الاضطرابات العقلية والعاطفية الشديدة، والتي من خلالها أصبحت أكثر وعيا بحقيقة أعلى وواقع أكبر يفرض وجوده علي ويملك كياني وإدراكي. في بداية الأمر تلك الحقيقة كانت مؤرقة ومقلقة لكل مفاهيم الوجودية، لكن مع الوقت أصبحت هذه الحقيقة دعوة للتحرر، والواقع الجديد أصبح جذاب بصورة لا تقاوم للدخول بسعادة غامرة واشتياق في الديانة المسيحية. بجانب التحول والخلاص، أحد أهم سمات التجربة الدينية الإصلاحية هي التحول الأخلاقي Moral Transformation. عادة قبل المرور بالتجربة الفرد قد يشعر بالخطيئة، الذنب أو عدم القدرة على فعل الأمور اللي بيعتقد إنها أخلاقية، لكن بعد التجربة بيشعر بانكشاح ظلال الذنب والخطيئة ورؤية جديدة لحياة قائمة على الخير والفضيلة. الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي ويليام جيمس في عمله الأهم التعددية في التجارب الدينية The Varieties of Religious Experiences اللي نشره سنة 1902 ضم دراسة للتجربة الإصلاحية، مركزش على التحول من منظومة دينية لمنظومة دينية أخرى، لكن على التحول الأخلاقي. على وجه التحديد التحول الأخلاقي الطارد لأي صورة لمعتقدات أخلاقية سابقة مضادة، ووجد إن صور التحول الأخلاقي دي موجودة تقريبا في كل التقاليد الدينية الكبرى. في اعترافات متحول للإسلام رصدها دونيفان في تفسير التجربة الدينية بيقول: في الصفحات المباركة من القرآن الكريم وجدت حلا لكل مشاكلي، إرضاء لكل احتياجاتي، وتوضيحا لكل شكوكي. لقد جذبني الله إلى نوره بقوة لا تقاوم. كل شيء يبدو واضحا الآن، كل شيء منطقي، وبدأت أفهم نفسي، الكون والله. لقد تحطم العالم كله في لحظة واحدة، وأصبح علي إعادة النظر في كل المفاهيم، لكن المرارة في قلبي حلت محلها سعادة لا توصف بعد أن عثرت على ربي أخيرا وشعرت بالحب والامتنان له. ما زلت أباركه بتواضع من أجل رحمته معي، بدون مساعدته كنت سأظل في الظلام والغباء إلى الأبد. التصنيف الثاني هو التجربة الدينية الكاريزمية Charismatic Religious Experience. في النوع ده من التجارب الدينية قدرات، هبات أو مناحات خاصة بيحصل عليها الفرد. على سبيل المثال أسرع تيارات الديانة المسيحية في العالم انتشارا هي الطائفة الخمسينية Pentecostalism، طبقا لدراسة نشرها مركز بيو الأمريكي للأبحاث Pew Research Center سنة 2006. على الأقل
ربع الاثنين مليار مسيحي في العالم بيعتقدوا انهم بينتموا للطائفة الخمسينية اللي بتعد احد فروع الحركة البروتستانتينية اللي ظهرت في الولايات المتحدة الامريكية في اواخر القرن التاسع عشر، وبتتميز بفكرة الايمان بان جميع المسيحيين بحاجة لان يعيشوا اختبار فريد لكي يكونوا مسيحيين حقيقيين، وهو اختبار معمودية الروح القدس، اختبار مطابق للي عاشوا رسل المسيح الاثنى عشر حسب ما ورد في الكتاب المقدس. الرسالة الأولى لأهل كورينثيانس لما حل عليهم الروح القدس في اليوم الخمسين لصعود المسيح للسماء، حلول الروح القدس فيهم كان جلي من خلال علامات أبرزها التكلم بألسنة مختلفة، تنبؤ، الرؤى، وشفاء المرضى. لكن التجربة الدينية الكاريزمية ليست حصرية فقط على الديانات الإبراهيمية. في الديانة البوذية على سبيل المثال، الراهب عادة ما بيرى صورة روحية كاريزماتية، مش كشخص حصل على عطايا أو منح روحية من الله، لكن كشخص مر بتجربة إدراك فيها نعيم الدارما أو تعاليم بوذا وحكمته اللي بيستقر عليها نظام الكون. نفس الفكرة بنلاقيها في الديانة الهندوسية متمثلة في شخص الجورو والسودها، وفي التقاليد الإسلامية عند الأولياء وتعبر عن نفس فكرة القديس في الديانات الأخرى، شخص اختبر قدسية السماء وتقبل منح عطايا وكرامات روحية مقدسة ميزته عن باقي البشر. أمثلة كرامات الأولياء في ذخائر التراث الإسلامي كتيرة في الحقيقة، في كتب كاملة أفردت لتفصيل كرامات الأولياء، فضلهم والفرق بين كرامتهم ومعجزات الأنبياء، والرد على التيارات العقلية المنكرة للكرامات زي تيار المعتزلة. أحد أهم الكتب دي بستان العارفين للإمام النووي اللي عدد فيه منثور حكايات مواهب وكرامات الأولياء، على سبيل المثال للحصر رواية الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد إن الإمام أبو مسلم الخولاني مشي على المية، أو محادثته مع غراب على شجرة، أو روايات عن إطعام سهل بن عبد الله اللحم للسباع، وغيرها من الكرامات. لكن إيه يا ترى اللي بيميز تجربة دينية روحية كاريزماتية حقيقية؟ وإيه هي السلطة المخول لها الفصل في التجارب الدينية؟ مش من السهل الإجابة على التساؤلات الطبيعية دي بسبب تعدد الديانات وفرقها وطوائفها المختلفة واختلاف أنظمتها الداخلية في تفسير وتقييم الظواهر الروحية الكاريزمية. اللي فرد أو جماعة بيعتقدوا أنه تجربة كاريزمية حقيقية عاشها فرد ما، قد يعتبرها فرد أو جماعة أخرى على أنها تجربة روحية غير حقيقية، وأحيانا بيسرعوا لتصنيفها على أنها كذب أو مس من الشيطان أو قوى الشر. على أي حال، التجارب الدينية الكاريزمية مقبولة بشكل واسع تقريبا في كل التقاليد الدينية في الماضي والحاضر. التصنيف الثالث هو التجارب الدينية الصوفية Mystical، اللي عادة ما بتميز بأربع خواص طبقا لويليام جيمس في التعددية في التجارب الدينية: 1- غير قبل للوصف Ineffability، 2- تحولية Noetic Quality، فيها الفرد بيعتقد انه اكتسب معرفة جديدة جوهرية من خلال التجربة، 3- مؤقتة Transiency، التجربة مؤقتة بعدها بيعود المجرب لحالته الطبيعية، 4- سلبية بالسيفري، التجربة بتحدث بدون تحكم أو قرارات واعية من قبل الفرد ولا يمكن إعادة إنتاجها بإرادة المجرب الحرة. التجربة الصوفية لها عدة صور وأشكال، لكن أكثرها شهرة في الديانات الإبراهيمية هي تجربة الاتحاد مع الله، وفي الديانات الأسيوية الاندماج مع الواقع المطلق سواء كان براهمان أو النيرفانا أو الداو. على سبيل المثال، فيلسوف الهندوسية في القرن الثامن عشر شانكرا بيصف التجربة الصوفية في الأدفيتا كالآتي: عندما يندمج العقل تماما في الوجود الأعلى الآتمان البراهمان المطلق، عندها يتلاشى العالم تماما ويصبح خاليا، لا يوجد مشاهد مشاهدة أو مشاهد، لا توجد سوى حقيقة واحدة غير متغيرة غير متكونة
مطلقة بسيطة. الكون لا يوجد بعد أن نستيقظ في أعلى درجات الإدراك في الأتمن المطلق، وهو براهمن بعيدا عن أي تميز أو انقسام. وبالرغم من أن عقله تلاشى في براهمن، إلا أنه كامل الإدراك حر من جهل الحياة اليومية. التجربة الصوفية دي بكلمات مشابهة مش غريبة على معظم الديانات الكبرى، ومن الممكن رصد صورها في الديانة اليهودية في كتاب الزواهر أو The Zohar أو الإشراق والضياء، أحد أهم كتب التراث الكابالي كابالا طائفة الديانة اليهودية الصوفية، وبيضم تعليقات صوفية على الكتب الخمسة الأولى في العهد القديم، أو في الديانة المسيحية في كتابات الفيلسوف وعالم اللاهوت المسيحي الألماني ميستر إكهرت، أو أعمال الراهب الكاثوليكي الأسباني يوحنا الصليب جون أوف ذا كروس وغيرهم، وفي الإسلام في كتابات الحلاج النفري الشيخ الأكبر ابن عربي وغيرهم. وفي غالب النصوص الصوفية في الديانات الإبراهيمية الثلاثة بنجد نصوص بتعبر عن فكرة الاتحاد مع الله أو حلول الله في الفرد من خلال تجارب صوفية روحية عليا، فيها يدرك المتعبد طبيعة الوجود والله من خلال اتصال علوي غير عادي. أكيد مش هتستغرب لو قلتلك إن في جدال حاد داخل الديانات الإبراهيمية الثلاثة حول التيارات الصوفية دي، وإن كانت جزء من التقاليد الدينية أم مجرد هرطقة بدعة وإلحاد لابد من استئصاله. هنرجع نناقش فكرة الاتحاد والحلول بالتفصيل في حلقات سلسلة فلسفة التصوف ماستيك فلسفي. على أي حال، في عدد كبير من أشكال التجربة الصوفية بجانب تجربة الاتحاد مع الله أو الطبيعة المطلقة. على سبيل المثال، نوع آخر من التجارب الصوفية هو تجربة الصوفية الطبيعية Nature Mysticism، اللي فيها حتى الفرد الملحد من الممكن أنه يمر بتجربة روحية صوفية، أو صورة أخرى التجربة البوذية تجربة الفراغ سانياتا، اللي اتطورت داخل المدرسة الوسطى في البوذية مادهايميكا، وطريقة التنوير ساتوري اللي اتطورت كجزء من تقاليد الزن، اللي بيعدوا من التجارب الصوفية اللي بتنظر في طبيعة الأشياء وتسعى لفهم طبيعة الوجود، وبتمد الفرد برؤية جديدة أكثر عمقا للواقع ليس من السهل الحصول عليها من خلال المنطق والتجربة العقلية.